حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فقال: نجونا ورب الكعبة. قال: نجونا ورب الكعبة. قال: وكيف يا أعرابي؟ قال: لأن الكريم إذا قدر حفى. هذا الحديث أخرجه البيهقي رحمه الله في الشعب، وعلق عليه قائلا: تفرد به محمد ابن زكريا الغلابي وهو متروك. إذن فلا يصح هذا الحديث. بل قال السخاوي في المقاصد الحسنة، قال رحمه الله: ويشبه أن يكون موضوعا، يعني مختلقا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكنه مشهور، يعني عند من؟ عند الزهاد ونحوهم. قال: وأنا أبرأ من عهدته، يعني السخاوي يتبرأ من تصحيحه لهذا الحديث ومن ذكر شهرته، لأن الشهرة إنما هي عند الوعاظ وليست عند أهل الحديث. قلت: وقد روى ابن أبي الدنيا في حسن الظن عن الحسن مرسلا قال: أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال: الله. قال: أفلحت ورب الكعبة، إذا لا يأخذ حقه. لكن هذا مرسل، ومرسل التابعي مرسل الحسن من المراسيل الضعيفة. ومن ثم فإن على المسلم، ولا شك في ذلك، أنه يحسن الظن بالله عز وجل، وقد جاءت نصوص كثيرة، لكن أيضا لا يأمن مكر الله، فعلى المسلم أن يكون بين الخوف وبين الرجاء كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، يرجو رحمة الله لكنه يخاف عذابه.